في اللحظات التي تستقبل فيها سوريا أبناء مصر ورسل الكلمة والبسمة ورسل الصناعة والتجارة، كما أرسلت يوما رسل العلم من الأزهر الشريف، وكما درست أبناء العالم الإسلامي يوما في جامعاتها وفي أزهرها، وكانت دراستهم كلها من عرق جبين الشعب المصري، فكانت الدراسة في مصر لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية مجانية، لا يأخذون من أحد جنيها واحدا. كانوا يحبون من يأتي ليتعلم في مصر ويحمل رسالة مصر للعالم. مصر حملت رسالتها على المنبر وفي الأزهر وفي المسرح وفي الفن وفي التجارة وفي الصناعة. مصر يجب أن تعود اليوم لتجعل من الأزهر محور لقاء بين أبناء الأمة الإسلامية، محور تقريب. لا يكفي أن أخرج طلابا كل عام، بل أدعو علماء العالم الإسلامي وأقول لهم: لا زال الأزهر مزهرا، تعالوا لنلتقي ونقول للعالم الإنساني والإسلامي أن إسلامنا حب ونقاء، صفاء وإخاء، لا مذهبية ولا طائفية ولا عرقية ولا قومية تفرق بين أبنائنا. هذه رسالة الأزهر التي يجب أن يحملها، كما كان يحملها أيضا إخوتنا من الأقباط إلى العالم في مصر، يقولون: نحن شجرة في مصر، جاء الإسلام إلينا ومصر كلها قبطية، فاستقبلت الإسلام في حجرها، جلس الإسلام في حجر الأقباط، أحبهم وأحبوه، فلما أصبح شجرة واغفة الظلال عاش الأقباط المسيحيون في ظل تلك الشجرة ينعمون بجمالها، وهم الذين سقوها يوم دخلت مصر. لذلك سوريا ومصر يوم التقيتا كجناحين للأمة العربية والإسلامية والإنسانية، ما كانت وحدتهم ضد أحد، إنما كانت وحدتهم تعود فلسطين القلب الخافق، لتعود فلسطين التي تؤلق الضوء والنور للعالم الإنساني والعربي والإسلامي، لتعود كنيسة المهد والقيامة وعمر ينظر إليها، وليعود المسجد الأقصى والنبي يصلي بكل الأنبياء إماما، ليقول أن الدين واحد وإن تعددت شرائعه. فما كان يوما هنالك دين لموسى ودين لعيسى ودين لمحمد، إنما هو دين واحد حمله إبراهيم وجمله موسى وأعطاه الروح عيسى وحمل كلمته محمد حينما قال له اقرأ، وقال لعيسى أنت الروح، وقال لموسى أنت الكليم، وقال لإبراهيم أنت الخليل. هذه هي رسالة مصر وسوريا التي يجب أن يحملها اليوم أبناؤها فنا وفكرا وثقافة. كما رأيت في الفن المصري أنه كان على أنواع ثلاثة: تجاري وسيء، ولكن الأرقى من كان فن الكلمة. كنا نجلس أمام التلفاز وقبلها أمام السينما لنرى صلاح الدين، ونرى خالد بن الوليد، ونرى رابعة العدوية، ونرى الكلمة الندية، ونرى النقد البناء الهادئ من كل فناني مصر الذين حملوا الفن رسالة وليس تجارة، أخلاقا وقيما وليس تدميرا للأخلاق والقيم. أولم يكن كل من غنوا في مصر للكلمة وشرفها؟ ألم تسمعوها وهي تغرد: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة. ألم تسمعوها وهي تغرد بها على مسرح باريس لتقول: إن الإسلام دين حب ونقاء وصفاء وإخاء. ألم تسمعوا لكل تلك المسرحيات التي دخلت أوروبا ودخلت عالمنا العربي لتقول للحاكم كن عادلا، وللعالم كن منصفا، وللإنسان كن محبا؟ لماذا أخذنا الجانب السلبي وتركنا الجانب الإيجابي؟ رحم الله شيخنا الشيخ متولي الشعراوي والشيخ عبد الحليم محمود، أولئك الشيوخ والشيخ صالح الجعفري إمام الجامع الأزهر. نعم،
والشيخ أبو زهرة والشيخ الباقوري وأمثالهم كثير، الذين جمعوا ولم يفرقوا، ووحدوا ولم يمزقوا، وأناروا ولم يظلموا. فكانت منابرهم مع المسرح المصري بناء مجتمع وكلمة، وليس تصادم بالمجتمع والكلمة. فإن سمعوا عن فنان أخطأ لا يضحضون إلى المنابر ليشتموه، إنما يذهبون إليه ليزوروه ويقولون: يا ابن مصر، أنت تحمل رسالة، إياك أن تقدم التجارة على الرسالة. لذلك ما فعله العقاد يوما في فيلم الرسالة يوازي 1000 منبر جمعة، وما يفعله بعض الفنانين في مصر. وقد أكون مع أخي محمد صبحي وعادل إمام في أنهم يحملون اليوم رسالة، أرجو أن يكون خطابهم مع البسمة كلمة الخير، مع الكلمة صفاء الحب، مع الكلمة رسالة للحاكم المحكوم، للعالم والمتعلم، للفلاح، للمرأة، للطالب، أن نبني مجتمعا يقوم على الإخاء والحب والصلاح والإخلاص. هذه رسالة السماء التي اختار الله أرضنا لها، فانتعشت فيها. في مصر انتعشت المسيحية والإسلام، في فلسطين تعانقت المسيحية والإسلام، في سوريا انطلقت ترفرف على الأندلس رايات محبة وأخاء، في بغداد وصلت إلى سور الصين تحلق بكلمات تخرج من طيبة الطيبة: لا تؤمنوا حتى تحابوا، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم يا أمة العرب، أفشوا السلام بينكم يا أمة الإسلام، أفشوا السلام بينكم أيها العالم الإنساني، لنفشي السلام بيننا ونضع السلام هو رسالة الدين لا غيرها. شكرا لكم، ولمصر حب وكرامة وبقاء في القلوب، ولنيلها صفاء وعطاء، ولسمائها محبة وإخاء، والسلام عليكم ورحمة الله. فضيلة المفتي، كلمات رائعة ورسالة لها قيمتها مش فقط للشعب المصري ولكن موجهة للعالم كله. أن تربط بين الكلمة في المسرح والكلمة في المنبر، فهما يتعانقان لبناء إنسان أو بناء مواطن. احنا نبحث دائما عن الانتماء، إن لم تنتمي للوطن كيف تنتمي لله، وكيف إن لم تنتمي لأسرتك كيف تنتمي للوطن. فالحقيقة كما كنا نتحدث من قبل، إن احنا مشكلتنا، أتمنى إنها ما تكونش مشكلة بعد كده، والاهتمام ببناء المواطن اللي هيخرج مهندس يبني بيت كويس، هيخرج طبيب كويس يعالج كويس. ما قيمة أن نبني مستشفى عظيمة وما بنيناش طبيب عظيم، أو مسجدا عظيما، أو مسجدا عظيما. احنا بنقول دايما نشوف عدد المسلمين اللي في الجوامع يوم الجمعة أو في الصلاة، أكبر مؤتمر عالمي في الكون، مش كده؟ طب ولما نبص على السلوك، هذه هي المشكلة، هي دي المشكلة. ويمكن أنا كان لما يبقى في حديث عن تجديد الخطاب الديني، كنت أقول: لماذا لا نغير هذا العنوان؟ لا خطاب ديني، لا تجديد في الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني هو خطاب الحياة. لا، إدخال الدين، يعني إنك إني أدخل الدين في تفاهات، أنا آسف، في تفاهات سواء سياسية أو اجتماعية أو إخراج الدين عن رسالة. بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور دنياكم أنتم تروحوش تمشوا فيها، ودعوا لي أمر الأخلاق والتربية، أما بتكون تتصارعوا سياسيا تصارعوا لأنفسكم. ولذلك لم يقل من هو الخليفة بعده، تركنا لأنفسنا لنختار الخليفة، ولو كان الأمر دينيا لقال فلان خليفتي. فهذه من اتخابات، أنتخب من هو أقرب لفكري ولأخلاقي ولقيمي دون أن أنظر إلى صلاته في المسجد أو في قيام الليل، فهذا بينه وبين ربي. أنا سعدت بلقائك فضيلة المفتي جدا، وأنا شرفتي كمان مكالمتك، أنا لا أنسى اتصالك بي في مصر وهزتني مكالمة هزت مشاعري.
كانت بعد الحلقة اللي قدمناها في حب سوريا، وانت كان كلماتك نابضة حقيقي بحب وحب انا اقدره. اشكرك جدا جدا، شكرا.